اهلا وسهلا دكتورة. اي نعم واضح. أهلا وسهلا، مساء الخير. وياكم نور الهوست بويبنر ريسيرش 101 مع الدكتور محمد ضياء مرسول، زميل باحث في منظمة مجلة أويل هيلث. لديه اهتمام كبير بالطب الباطني والعصبي وأمراض القلب. دكتور محمد يمتلك سجل أكاديمي بمجالات متعددة وبحوث مفهرسة بموقع بوب ميد وشهادات عديدة، منها Writing in Science، الكتابة بالعلوم، من جامعة ستانفورد، وشهادات بالإحصاء الحيوي Biostatistics في الصحة العالمية من كلية بلومبرغ للصحة العامة بمجلة جون هوبكنز. بهذه السلسلة راح نتعلم اختيار الموضوع وأنواع الأوراق البحثية وأحسن نوع للباحث المبتدئ، وشون نلقى مجتمعات بحثية وفرص تعاون أونلاين. وممكن بنهاية السيشن نشوف عينة بحثية عم تصير عندنا فكرة كاملة. أهلا دكتور محمد، تفضل. السلام عليكم. شكرا جزيلا نور على التقديم. بس دا أحاول أشارك السكرين. على راحتك دكتور. أعتذر طبعا إذا شوية ميسي أراوند مي. أنا حقتلها الكاميرا حاليا لأنه يعني it's really I'm traveling abroad فيعني على راحتك، احنا هم مرات نصير مسي. اي اوكي اوكي السلام عليكم، مساء الخير وشكرا جزيلا على الدعوة. انا محمد ضياء طبعا، وهذه السيشن راح يكون السيشن الاول من مجموعه سيشنات اللي مقدم بالتعاون مع الراكي ستودنت سيرجيكال سوسايتي. فانا اشكر جزيلا دكتوره ساره على الدعوه لانه دعتني للسيشن. ان شاء الله يا رب تطلعون بمعلومات مفيده من السيشن هذا. السيشن هذا انا ردت يكون just a general intro into the world of medical research. لانه ما ردت، شكرا جزيلا دكتور ساره، لانه يعني هو راح تكون 3 محاضرات حسب ما عرفت من الجمعيه. فلذلك قلت اني اوكي خلي تكون فد بري ريسيرش، يعني بري قبل لا ادخل انا للريسيرش، قبل لا افهم شنو التايبز اوف ريسيرش، التايبز اوف ستاديز الى اخره. فانت اول شيء تحتاج فقط هذه الدفعه انه انت شلون، لانه I've been there قبل 3 years، فI've been there. فلذلك احنا نحتاج نكون يعني نحتاج بس نعرف يعني نخلي فد موطئ قدم على مود نبدا بهال الجيرني اللي ممكن تكون كلش يعني عطاها كلش كبير بالنسبه لك كطالب طب. Before we begin a little bit about me. أنا محمد ضياء. I've been a researcher for about 3 years now. أنا كنت peer reviewer لحد هسه for more than 30 papers. peer reviewing هي الطريق، هي الخطوة أو هي البروسيس اللي تحكم بيها articles أو أبحاث تنتج لك من مجلات أو شيء على مود أو وباحثين على مود تشوف إنه هذه مهيئة وهل هي جاهزة إنه تنقبل بجورنال أو لا. I've been a researcher. I have more than 45 publications لحد هسه، more than 70 citations. وهذا الجورني كلها بديتها قبل 3 سنوات. وان شاء الله اليوم يكون السيشن يكون مثمر لدرجه انه يكون الانطلاقه اللي تبدون من عندها انتم ومسيرتكم بالريسيرش. Before we begin اعرفكم بالاجنده مالتنا. انا حاولت قلت لكم it's a pre-research era، يعني pre-research قبل تبدون اي شيء فعلي. فاشرح لكم على الكلينيكال ريسيرش، سبيسيفيكلي كلينيكال ريسيرش باعتبارنا احنا ان ميديسين و نوت ذات ماتش از بينج فوكس. يعني من تدخل ك ك I'll explain the types of research in a second.
بس يعني انت من تريد تدخل كباحث حتدخل يا اما بيسك او بالبيسك او ترانسليشنال او اللي كلينيكال ريسيرش. another topic راح ارجع عليها اللي هي is research really necessary for an undergraduate medical student كطالب، هل فعلا تحتاج الريسيرش والبحوث والدوخه كلها هذه؟ شنو مزاياها، شنو الادفانتجز، شنو الديسادفانتجز انه تسوي ريسيرش كستودنت؟ وراها راح ابدي يعني دائما احب اخلي كل يعني السيشن مالتي از براكتيكال از possible، فلذلك راح اخلي خطوات فعليه للطريقه اللي بديت انا بيها، شلون قدرت اسوي بروفايل بحثي، شلون قدرت اراسل الدكاتره، شلون قدرت ابحث عن opportunities. وايضا اهم شيء هو انه to sustain yourself as a researcher، شلون تبقى انت researcher وشلون تستمر بعطائك كباحث. وايضا حرش البعض من تجربه شخصيه بالسلايدات اللي قادمه على مود تكون مثمره اكثر السيشن هذا. السلايد هذا راح يكون هذا السلايد الوحيد اللي هو راح اشرح لكم what are the types of research. فيعني there are basically يعني generally اكو two types اللي هي البيسك او translational والكلينيكال. البيسك اللي هو كلنا نعرفه، يعني هذا اللي يصير باللابز اللي نختبره على animals، اللي عاده اكو مثلا intervention، هذا الانترفنشن اني ابدي على animals، او مثلا اريد ان افتهم في الديزيز بروسيس في الباثوفيزيولوجي، فكل يصير باللابراتوريز. واذا هذا الريزلت كانت مناسبه، كانت بوزيتيف، فحنحولها الى كلينيكال ترايل او كلينيكال ريسيرش، اللي احنا نعرفه ايضا بالكلينيكال ترايلز او التجارب السريريه اللي راح نضيف بيها ناس، whether they have the disease or they don't have the disease. There are many parts of that and it's really complex process. واخر شيء هو الامبلمنتيشن، انا عندي من هذه الترايلز او هذه التجارب السريريه اللي سويتها على ناس على مود اختبر فد انترفنشن معين، حتكون عندي فد اي سيت اوف داتا اي كان امبلمنت ات، وعن طريقه I'll gonna be يعني we're gonna be able to deliver proven interventions. لذلك انتم يمكن اذا شايفين الهرم هذا اللي هو اعتقد اغلبكم شايفيه يبدي بالايديتوريالز والاكسبرت اوبينيون وينتهي بالميتا اناليسيز. الايديتوريالز يمكن بعضكم يعرفها اللي هي الرسائل اللي ممكن دكاتره او اني هيلث كير بروفايدر ريلي كان دو ان ايديتوريال، هي عباره عن رساله، هذه الرساله تحمل معها مشكله او تحمل وياها فد يعني it's mostly toward the policy makers انه يا مثلا there is an unmet need for a certain vaccine او one of the latest articles اللي اشتغلت عفوا editorials اللي اشتغلت عليها كان على غزه وور، على الحرب بغزه وكيف انه النظام الصحي يتهالك هناك، ف وكيف انه ممكن مو ممكن لكن ضروري تكون اكو حلول، يجوز انت تقترح بعض الحلول بالاديتوريال مالتك. وراها تجي الكيس ريبورتس، تعرفون كلهم يعني كل شيء يعني كلكم تعرفون شنو الكيس ريبورتس، كيس كنترول ستديز. والكيس كنترول ستديز اللي هي انت عندك جروب اوف بيبل عندهم مرض مثلا ديزيز، عندهم لانج كانسر، ويو تراك ذيم باك داون، تشوفهم هل هو يعني منو من عندهم اكسبوزد فور سيرتن ريسك فاكتور مثلا لانج كانسر. Who of them is exposed to, let's say, smoking, and who isn't? بينما الكوهورت ستاديز على العكس، أنت عندك a group of people عندهم exposure، خلينا نقول هذا exposure هو السموكينج، ومنهم من عند الكيسات حظ يعني till develop new cases of lung cancer، ومنه يعني حيكون healthy، ونقارن compare and contrast ونطلع بنتيجه. اخير شيء عندنا هي التجارب السريريه، وعلى on top of that اللي هي الميتا اناليسيز اللي هي just يعني a way of انه اجمع كل هذه الانواع من الدراسات، مثلا اجمع randomized control trials just for the sake of انه اطلع بداتابيس وحده على اساسها. فلذلك يعني you can see انه one randomized control trial ممكن ليش الميتا اناليسيس هي اهم من الراندمايز كنترول ترايلز، لانه بيسكلي انت قاعد تجمع
كل الـ يعني كل الراندمايز كنترول ترايلز اللي موجوده ات اي سيرتن سيت اوف تايم، وتحاول تطلع الديتا، تسوي اناليسيس للديتا مالتها وتشوف هل هي بروفن، هل هي افكتيف الانترفنشن هذه اللي we're measuring او not او لا. That was a يعني a brief idea. انا ما اريد ادخل كلش بالتفاصيل لانه بالضبط، لانه هذه راح تكون خاصه بالهيلث اند ديزيز يعني بالسيشنات الجايه، لذلك قلت لكم اتس بري ريسيرش بري ريسيرش ايرا. فهو السؤال اللي يعني حاليا انا اريدكم انا دا اركز عليه بهذا السيشن هو هل فعلا انت كطالب تحتاج ريسيرش؟ والجواب البسيط لهذا السؤال هو لا، you don't have to have a research experience. العفو، you don't have research at all، يعني ما تحتاج بحث at all اذا انت طالب، لانه تعرف انت ضغط الامتحانات وضغط الملازم والدوخه مال الدوام مال المستشفيات كله كافي في انه يدمرك كطالب طب، فما بالك انه انت you'll integrate a whole new thing حتسويه اللي هو research. لكن there are a lot of pros تحتاج يعني حيقدم لك اياها من تسوي ريسيرش كطالب. One of the most important ones اللي هي it can be a really good way of expanding your knowledge، خصوصا مثلا اذا انت كان عندك ضعف او في كذا topic. It can be a really good way not only to expand your knowledge بس حتى انه you build new knowledge. يعني there is a series that I worked on internationally with دكاتره يعني international، فكانت تحكي على يعني كانت على multiple sclerosis. ف we begin hypothesizing new يعني pathophysiologies for the disease. فلذلك it can be a really good way of expanding your knowledge. It can be an outstanding يعني to stand out يعني stand out among your peers. واللي قصده انه انا اذا ما كانت عندي هذه الخبره البحثيه فدكتوره سالم ما كانت راح تجيني وتسالني انه اقدم هذه المحاضره للجمعيه، مو صحيح؟ وانتم كلكم جايين. ف it can be a really good way to stand out among your peers، بالاضافه الى it's a great way to build connections. One of my best friends حاليا هو يعني اشخاص اشتغلت وياهم على مدى الـ3 سنوات اللي راحت، وحاليا يعني I really يعني they really changed the way I approach medicine, the way I approach research. And also إذا أنت plan on a fellowship أو اختصاص دقيق في الأبحاث حتفيدك كلش، بأنه حتختصر لك طريق هواي يعني، خصوصا إذا أبحاثك كانت موجهة toward a special a subspecialty أو specialty of your mind. طبعا there are cons، ما أكفد شيء بإيجابيات بدون ما يكون بسلبيات. Can be really frustrating خصوصا مثلا أنت استوك قاعد تبدي بورقة بحثية، فحتكون ممكن يعني it takes a lot of time، خصوصا كطالب أنا جاي أقصد، وأنت عندك مثلا امتحانات أو تحضير أو ملازم إلى آخره. It takes a lot of your time مثل ما قلت، so bye bye to those friend parties، حتى يعني طلعتك ويا جماعتك إلى آخره، هذه كلها حتقل. Also شغلة وايد ناس ما تعرفها على الريسيرش إنه can be really expensive، لأنه there are a lot of open access journals، وأنت كأوثر مثلا أو ككونتريبيتور actually you don't get paid، انت ما يندفع لك، بالعكس انت تدفع فلوس اذا تريد تسوي سبمشن جورنال. وهذا اكيد يعني زملائي ان شاء الله بالسيشنات اللي جايه حيفهموكم شنو يعني، حيشرحون على شنو الاوبن اكسس وشنو على السبسكريبشن. فانت تحتاج تدفع تكاليف النشر للجورنالز، لذلك it can be really expensive. فلذلك هو سيف ذو حدين. لكن صراحة يعني إذا أنت ما مشتغل كباحث و you really want to get into it، حتى لو مثلا ما بالك تسوي ريسيرش، ف just سوي ريسيرش أو أقلها بس ادخل بالفيلد، وإذا ما عجبك you can always leave it. بالسلايدات اللي جاية يعني حشرح how to kick your career as a medical researcher. ومثل ما قلت لكم أنا أحب أخلي السيشن مالتي كلش practical. ف after this session I really hope that you can يعني stick to these do's or to do's، بالإضافة إلى الكورسات اللي راح أذكرها هنا، وتنطلق من عندها على يعني بركة الله إن شاء الله مسيرتك researcher. ف the things that I want you to do، هذه بناء على my personal experience، الشغلات اللي سويتها بالبداية كانت خاطئة أو صحيحة، فالشغلات اللي يعني حتفيدكم تسووها إنه
make sure to get accredited with all the things you do. No matter what, سواء حضرت كورس او حضرت سيشن او ايفنت مثلا مثل هذا الايفنت او رحت على كونفرنس، دائما احرص انه you get credited. ك early career researcher وكطالب انت ما عندك اي experience حاليا، ما عندك اي publication. فالطريقه الوحيده اللي تثبت فيها اصرارك سواء to a professor او to a clinician انه انت you really want to get into it or you really want to start research هو بالشهاده، بالشهادات اللي ممكن تحصلها او بالسكيلز اللي تبنيها. There is no other way to document these things other than مثلا السيرتيفيكتس اللي تحصلها مثلا من تخلص كورس او من تحضر ايفنت الى اخره. You need to familiarize yourself with the language قبل لا تبدي يعني تدز ايميلات او تبحث عن فرص. اقلها حاول you familiarize yourself with the language، وان شاء الله الزملاء بالسيشنات الجايه حيفهموكم يعني حيشرحون شلون حندخل بال what goes into it, what goes into research, the ins and outs, شغلات اللي تصير behind the scenes، هذه كلها حتنشرح ان شاء الله. Make sure to be available to the public، يعني ما حد حيعينك او ما حد حيخليك تشتغل اذا انت ما بديت تبحث. ف تحتاج تخلي بروفيشنال بروفايلز، وهذه طبعا النقاط كلها حشرحها بالتفصيل بالسلايدات اللي جايه ان شاء الله. الشغلات اللي خطأت فيها وما اريدكم تسووها يعني من تبدون early career researcher هي انه to approach mentors, researchers and clinicians without experience. Now what do I mean by that? When you approach to mentor من تروح تراسله مثلا او تدز له ايميل او whatever the way you approach them وتقول له انه I don't have experience، انا ما عندي skills واريدك انت مثلا تعلمني او اريد ان اشارك وياك ب project، يعني you know هذا clinician، هذا يعني شخص اصلا he is already busy with whatever he has. ف يعني كل يعني I emailed tons of researchers, tons of professors. Nearly all the responses that I get that I have that I got back were negative. يعني دائما ما يتعذرون او اصلا ما حصل response at all. لانه الطريقه لانه او طبعا هسه يقول لي يعني الشخص سائل يعني منكم يقول لي انه شنو الاكسبيرينس اللي تقصد عليها؟ يعني I am an early career researcher، انا دا ادور على الاكسبيرينس. باي اكسبيرينس اللي قصدته اللي هو ككورسز تبني سكيلز كونفرنسز الى اخره. موستلي كورسز انت اكسبيرينس ما راح تكون عندك ك early career researcher فباحث مبتدئ، لكن تقدر مثلا تبنيها من خلال الكورسز، وحفهمكم بالسلايدات الجايه شنو اقصد بهالشيء هذا. ايضا do not indulge in learning more than one skill at a time. There are a lot of skills that you can learn when you are a when you want to become a researcher. بس من تبدي انا اريد ان اتعلم شلون اصير باحث او شلون اصير محرر او شلون احكم او شلون اسوي ريسيرش ليترشر او شلون ابحث عن قواعد البيانات، هذه كلها ممكن اذا تبدي بيها كلها بنفس الوقت يعني حتكون كلش overwhelming. لذلك I don't encourage you to participate in far too many courses at once للاسباب اللي ذكرتها. بس انا ريسيرشر واريد ان او مو ريسيرشر، انا حاليا اريد اصير ريسيرشر، شلون ممكن ابدي هالطريق هذا؟ انا ما عندي لا سكيلز، ما عندي لا خبره، ما عندي اي شيء حاليا. فمحمد شلون اريد شلون ادخل لهذا المجال؟ اوكي. Here is how your pathway, and I tried to make it as general as possible. وقلت لكم أيضاً, it's my personal experience. أيضاً, part of it is my personal experience. Familiarize yourself with the language. فمن أقصد familiarize yourself with the language. يعني افتهم شنو the types of studies, the sessions اللي راح تجي, the courses اللي راح أعطيكم إياها. You can get an idea of what goes into it. Learn one skill at a time. هوايه شغلات تبدي انت افضل 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 سكيل ممكن تكتسبها كريسيرشر هي الرايتنج سكيلز او الكتابه. فانت كل ما تكون يعني اتس ريلي ذا موست اسينشال وان، وهي على الاغلب الشغله اللي راح تبدي بيها. ممكن بعدين تصير اديتور، ممكن يقول لك الدكتور او السوبرفايزر انه تبحث بقواعد البيانات، تسوي ليترشر سيرش، تسوي سيرش استراتيجي، تستخرج داتا، تحلل الداتا، تسوي فيجواليزيشن لهذه الداتا، واخير شيء ممكن ايضا تقود
تصير ليدر، تصير سوبرفايزر فور ذا بروجكت. طبعا ديبينز اون يو ويور كابابيلتي يور ديسيبلين، وطبعا يعني I'll explain how you can attain each one of these skills in the next few slides. Make sure to get credited all the time. I cannot stress this enough. بس يعني دائما كل شيء تسوي، انت ما عندك حاليا، انت مبتدئ، كل شيء تسوي لازم تسوي له documentation. كل سيرتيفيكت خليها عندك بفد فايل، سواء انت تشتغل على لابتوب او تشتغل على تليفون. فميك شور يو جيت كريديت اول ذا تايم. اند كريت بروفيشنال بروفايلز. باي بروفيشنال بروفايلز ما اقصد يعني انستغرام او تيك توك او الى اخره. There are actually professional profiles. ResearchGate, Connecting Researchers, LinkedIn, Orchid. هسه حاليا ايضا هشرح لكم اياها بالسلايدات اللي جايه وشون ممكن you use it، يعني يعني تستغلها على مود تحصل على هيك فرص. ال how to get، يعني how could how، يعني دائما جاي اقول لكم familiarize yourself with the language. فانت بالبدايه تحتاج تبني سكيلز. انت حاليا ما عندك سكيلز، فتحتاج تشوف as much as you can of courses. أنا من بديت مسيرتي كطالب أو العفو كباحث، I participated in courses. Most of them يعني هواي كورسات شاركت. بعضها كان مفيد، بعضها كان غير مفيد. لذلك بهذه السلايدات اللي حتيجي راح أشارك وياكم الكورسات اللي كانت كلش essential بأنه تضيف لي skills أنا حاليا أستخدمها لحد هسه. فدائما جاي أقول لكم familiarize yourself with the language. انت قبل لا تدخل تحتاج تعرف شنو الريسيرش. ف there is a course provided by the University of Cape Town under the title Understanding Clinical Research. ف يعني it is really essential على مود يفهمكم شنو كل رول الرايتر، شنو المهام مالته. اذا انت مثلا تشتغل بكلينيكال ريسيرش كفارماسيست او كبوليسي ميكر او كبرنسبل انفستيجيتور، كل هذه الرولز تنشرح ان شاء الله بالكورس اللي مقدم من University of Cape Town. ايضا قلت لكم the most essential skill هي the skill to write. حكيت يعني دكتوره نور بالبدايه من قدمتني writing in science from Stanford University. فالكورس يعني هو يعني one of the most essential skills اللي ممكن تعلمك شلون تصير رايتر، مقدمه من ستانفورد يونيفرسيتي. طبعا انا خليت اللينكات كل هذه الكورسات اللي اشارككم وياها، وحرصت انه اشارك على الكورسات اللي really changed something in me, really added to my knowledge. بالاضافه الى انت من تتعلم سكيلز يعني تو رايت، وراها ممكن تريد تتعلم شلون تبحث بقواعد البيانات، شلون تستخرج بيانات، و introduction to systematic review and meta analysis by Johns Hopkins University is a really good course on how to start that. Finally, data analysis. هذه ممكن تخليها بالأخير. Introduction to Statistics and Data Analysis in Public Health. مقدم من Imperial College London. أيضا يعني كورس كلش مناسب وكلش حيضيف لكم إن شاء الله لل other courses. هي ممكن Cochrane Systematic Review, Introduction to Statistics. هذه supplementary ممكن تستخدموها. الحلو بهذه الكورسات انا اللي قدمتها هي انه كلها مجانيه وكلها تقدر تحصل عليها اكريديشن، كلها تحصل عليها سيرتيفيكت. ف يعني talk about يعني free stuff. I always talk about Coursera in my sessions، بالسيشنات اللي اقدمها. Coursera يعني كان الموقع اللي حيل اضاف لي من شنت بادي، كان المنتور يعني تقدر نقول الديجيتال منتور كان بالنسبه لي. لانه it was very very transformative for the way I conducted research. هو عباره اللي ما يعرفه هو عباره عن موقع يعني تعليمي يوفر كورسات اكثر من 7000 كورس باشتراك. طبعا اني يعني, for the period I was learning I didn't even have to subscribe. يمكن بس مره واحده اشتركت وكان الاشتراك مالتهم بدولار لانه كانوا مسوين تخفيض. لكن you can get all the يعني all كل الكورسات اللي حكيت عليها حاليا up to this point موجوده، تقدرون تحصلوها على كورسيرا. لكن هي ما توفر سيرتيفيكت من تخلصون. الحلو بهم انه they offer a financial aid لكل الكورسات اللي يوفروها على الموقع مالتهم. لذلك كنت اسوي ان كنت مثلا انا مهتم بهذا الكورس، فدائما حتلقون خيار الفاينانشال ايد. ان شاء الله جاي تشوفون السكرين واضحه، فادخل على الفاينانشال ايد
ويطلع لي الاستماره اللي هي خاصه بالفاينانشال ايد، بس اقول لهم انه انا طالب زيرو انكم، مش احتاج هذا الكورس كلش، انا متطور نفسي. فذي يعني ياخذون فد فتره على مود يراجعون الابلكيشن مالتك، وراها ذي ابروف نيرلي تقريبا كل، مو نيرلي، حرفيا كل الكورسز اللي قدمت على الفاينانشال ايد مالتهم حصلتها، يعني got approved. فلذلك كنت اقدر، يعني كنت قادر على انه احصل هذه الكورسات وهذه الشهادات وابني السي في مالتي بدون ما ادفع ولا دينار. بالنسبه لل يعني الشخص اذا مثلا كان متضرر ماديا او شيء، او ما مثلا ما يقدر يدفع. another way another segue فد لايف هاك كلش ممتاز، يعني خصوصا كطالب، وهذا الكور يعني objective of my session today، انه انت كطالب فدائما تستخدم، تقدر تستخدم your college email. ما اعتقد طالب موجود حاليا هنا ما عنده ذات EDU او ايميل من الجامعه. هو طبعا حيكون الشاهد الوحيد اللي انه انت طالب، ف يعني it can give you to 100% discounts. هذا اللي سويته، مثلا اشتركت بكورسيرا مالتي الEDU مالتي الايميل مال الكليه، وحصلت على تخفيض 100%. اب تو ديت، تعرفون اب تو ديت يعني اذا انتم طلاب كلينيكال، فيعني اتس ون اوف ذا نمبر 1 ان كلينيكال ريسورسز. 3 سنوات انا استخدم اب تو ديت بدون ما ادفع ولا دينار، لانه عندهم استماره ترفع، يعني تندفع، يعني اعتقد انفتحت هي حاليا، وايضا بس تمليها ما دامك انت من يعني ثيرد وورلد كانتري، وحاليا احنا يعني فاينانشال كرايسيس، فتقدر تشرح لهم الوضعيه مالتك وحيعطوك ابروفل. كل بات جرامرلي، هذني كلهن اذا تشارك بالايميل مال دوت اي دي يو، حتى يعني شغلات كلش مو بالك. فايميل الكليه كان يعني منقذ بالنسبه لي، لانه يوفر لي هوايه ديسكاونتس كطالب. انت حاليا قرأت، يعني حاليا you enrolled in those courses، بديت تبني skills، بديت تحصل على certificates، انت هسه حاليا تريد تبني، تخلي تجمع كل هذه الخبره في مكان واحد. ف now you're going to start building your resume. And there is no better way than build, يعني you really want to make it appealing. يعني الرزمي او السي في مالتك تحاول انت، صح اوكي ما راح تمليها بهواي شغلات، يجوز 1 بيج حتكون الرزمي مالتك، بس تحتاج تخليها بروفيشنال از ماتش از possible. تقريبا اسبوع انا اشتغل على الرزمي مالتي، لانه اريد اعرف شنو اللي اضيفه، شنو اللي احذفه، شنو اللي الى اخره. ف you need to focus on the، وطبعا اكو هواي مواقع. بالنسبه للموقع اللي استخدمته يعني كان career.io، كان اشتراك تقريبا ب 4 دولارات. It was really professional، ومن خلالها قدرت ابني السي في مالتي. وراها من تبني السي في مالتك، هنا حتكون هسه صارت عندك سكيلز ان شاء الله بالكورسات اللي بنيتها، بالايفنتس اللي حضرتها، وبنيت السي في مالتك عندك هسه. Now اذا ما طبقت السكيلز اللي تعلمتها على ريل تايم بروجكت، على شغل ويا دكتور او ويا الى اخره، فما راح تتعلم اي شيء، وما راح تسوي انهانس ذو سكيلز. فلذلك شلون راح تبدي تراسل، شلون راح تبدي ابروتش بروفيسورز او فاكولتي ممبرز؟ There are a lot of ways. One of the يعني locally, nationally, or internationally. خلينا نبدي locally. أنت الكلية مالتك obviously is a great resource على مود تدور عليه فرص بحثية. طبعا كل واحد من عندكم هنا هو موجود حال يعني حاليا، سواء طالب أو متخرج من كلية مثلا. فكل كليات نحن حاليا يعني عندنا journal خاصة بالكلية. هذه الجورنال مثلا من كليه الطب الكندي، فعندنا الكندي ميديكال جورنال، الكندي كولج ميديكال جورنال، هي خاصه بكليه الطب الكندي. فتقدر دائما تدخل على موقع الكليه مالتكم، حتلقون اديتوريال بورد، ومن الاديتوريال بورد حتلاحظون، حتلقون الناس اللي البروفيسورز والدكاتره اللي موجودين بالكليه، واللي يكونون يعني كلش اكتف بهال هالفيلد اللي هو الريسيرش، فتقدرون تراسلوهم. حتلقون هناك السي في مالتهم، ايميلاتهم، ارقامهم، الببليكيشنز مالتهم، وتقدرون تراسلوهم individually.
فاني الابروتش اللي سويته كان انه ادخل على يعني كريت اكونت على موقع اسمه كونكت ريسيرشرز. طبعا اللينكات مال الكورسات او المواقع الى اخره موجوده كلها بهذا الملف. انا راح ارسلهم للدكتوره ساره او اي يعني منظم حاليا موجود ويانا على مود يعني ما اعرف شلون على التليجرام او على اي صفحه هم يعني يشاركوها وياكم. فكونكتين ريسيرشرز كان هو يعني الموقع اللي من خلاله حصلت على اول اوبورتونيتي بالنسبه لي. موقع كلش حلو، كل اللي تقدر كل اللي تسويه انه بس تسوي حساب، النوبه تضغط على الليست سيرفيس هنا، وراها تبدا ترتب البروفايل مالتك، انت شنو السكيلز مالتك، وممكن يراسلك الدكتور. يعني اي جات ريلي لاكي، راسلني الدكتور من بولندا بوقتها وبدينا نشتغل، ولحد هسه انا اشتغل وياه ثانكس تو كونكتنج ريسيرشرز. لينكدين از ا جريت سورس حاليا، كل الفرص اللي يعني اقدر احصل عليها او راسلوني دكاتره. دكتوره ساره اصلا يمكن اعتقد عرفتني من لينكدين، فلينكدين از ا جريت سورس تو بيلد كونكشنز او تو بارتيسيبيت ان ان اوبورتونيتيز. طبعا a lot of you ممكن بس يسوي لي حساب على لينكدين او مثلا يسوي لي حساب على كونكتنج ريسيرشرز ومره واحده يدخل له وبعد هذا هو ينسى اصلا، ينسى اصلا يسوي. This is really not effective. انت لازم ترفع صوره، لازم تبدي تسوي تكتب يعني تبدي ترتب البروفايل مالتك تو ابيل. اني كشخص يبحث عن اني كمثلا عندي ريسيرش ودا ابحث على كولابوريتورز، انا ما راح اروح لواحد ما كاتب اسمه صحيح او ما مخلي صوره او ما مرتب البروفايل مالته. ف don't just create يعني a profile and leave it. اني ظليت months على كونكتد ريسيرشرز، بين فتره وفتره ارفع الصوره مالتي، اغير السكيلز، اغير اضيف فد شيء، احذف فد شيء، يلا قدرت احصل على الاوبورتونيتي اللي حصلت عليها. اوكي اخير شيء هو PubMed. PubMed is a great source، ممكن هواي ما يعرفون يعني انه PubMed اللي هو قاعده بيانات، اكبر قاعده بيانات طبيه حاليا، فتقدر من خلالها تبحث. ف just to give you an idea شلون تقدر تبحث على PubMed. You can what you can do انه تدخل على الموقع. اوكي just type PubMed، ومثلا انت مهتم ب ان كارديولوجي، let's say you're interested in cardiology، فبس تبحث على تقدم مثلا كارديوميوباثي، تضغط على اي ريسيرش على على ريسيرش بيبر، وحتلقي الاسماء الخاصه بالدكاتره، طبعا كورسبوندينج اوثر او اللي هو الدكتور المسؤول عن هذا الريسيرش سبمشن. فتقدر تحصل على ايميل هنا وتقول له، وتراسله على الايميل وتدز له السي في مالتك وتقول له انا مهتم بالبحث ك يعني هذا السي في مالتي، وتحصل من خلالها على opportunities. So these are really the a lot of great ways you can be a researcher. You can العفو you can look up for opportunities. Personally انا استخدمت اكثر شيء كان connecting researchers، استخدمت لينكدين، واستخدمت ايضا الموقع مال كليتي على مود اعرف منو الريسيرش، وفعلا حصلت على يعني اشتغل حاليا ويا، اشتغلت ايضا وقدرت انشر ويا دكتوره من الكليه مالتي، thanks to the يعني to my يعني my college journal website. من تبدي تشتغل يعني let's say انت حاليا دزيت ايميلات و some of them were positive، وانت حاليا قاعد تشتغل ويا فريق، let's say انه بديت تشتغل ويا فريق ويا دكتور، تمام؟ First impression matters the most. I cannot stress this enough, but first impressions matters the most. إذا أنت ما تشتغل بالبداية، طبعا أنت يعني تضيف حاليا ويا الدكتور، فلذلك you need to make the most of it. الدكتور البولندي اللي راسلني على connecting researchers اللي قلت لكم عليه، بوقتها كان يعني اول تاسك كان يخلي لي انه هو كان ببالي فد ايديا على فرصه بحثيه، فقال لي محمد انا اريدك تبحث ببابميد على الستديز اللي تشوفها اللي تكون ريليفنت، احنا نسميه ليترتشر سيرش، وتشوف هل الايديا هذه فاليد او لا.
I had no idea how to do that. يعني اوكي انا شاركت كانت عندي كورسات وكذا، بس ما كانت عندي شلون اعرف، شلون اعرف يعني هذه الفرصه تكون، يعني شلون اعرف هل الفكره هذه valid او لا حتى نبدي بيها. ف I started watching YouTube videos, I started watching يعني مواقع يعني اراجع الكورسات اللي انا شفتها. الفكره كانت انه بس يعني المطلوب من عندي انه انا بس اخذ الرابط مال الدراسه والصقها على وورد وهيك يصير مثل ما دا تشوفوها انت. هذه كانت الفكره. انا ما كنت اريد اسوي يعني اوكي يو كان سي هاو كيوتيك ات از، لا اسم دراسه ولا شيء. انا ما ردت له هذا الشيء، ردت ريلي يعني اي ريلي ونت تو امبرس هيم. فاللي سويته انه اي ديد ذس، هذا اللي سويته. سويت جدول، كتبت اسم الكاتب، العفو اسم الاوثرز والسنه، التايتل مال هذه الدراسه، الهايلايتس بالابستراكت، قرأت الابستراكتس كلها للدراسات اللي كانت انكلودد، واخير شيء خليت الرابط مال الدراسه. يعني I cannot tell you how happy he was with the results. ما اختصرت بس شغلي، يعني اختصرت خطوة ثانية اللي هي السكرينينج مال الدراسات. بعدين يعني ممكن تعرفون شنو السكرينينج، فاختصرت طريق يعني خطوة كاملة انا بهذه الشيء اللي سويته بهذا الجدول. فلذلك كان كلش براود اوف مي، ولحد هسه هو جاي يشتغل وياي. لذلك اللي اريد يعني اي ونت تو امفسايز هو انه دائما دائما جيف ات يعني مور ذان، يعني حتى اذا تقدر تعطي مور ذان 1% 100% بالشيء اللي قاعد تسويه، فجيف ات يور بيست. وراها بعدين تقدر تغلش على الدكتور، تقدر تاخر بالديدلاين. بس معناها بس هسه انت الدكتور، يعني هي حاليا يعني هي كانوت يعني هي كانوت يعني ما اريد ان امدح بنفسي اني، بس هي ريلي دزنت يعني ما تريد فد شطاره او ما تريد ذكاء، تريد بس واحد يعني يكون ريلي كوميتد. واي واز ريلي كوميتد انه اكمل وياه هواي. فحاليا ميد ذا اي بروجكت الا ما يستشيرني ويرجع علي ويشوف ويخليني انا ابحث على الاستادي هذه valid او لا. ف first impressions matter the most. Always be available for the next opportunity. ما اتذكر وقت راسلني بيه الدكتور، خصوصا اذا انت يعني خصوصا اذا انت استوك بادي، you really need to be available for the next opportunity. ما اتذكر وقت راسلني بيه هو الدكتور قال لي محمد انت انا عندي study كذا كذا كذا، are you interested؟ وقلت له لا، خصوصا بداياتي. هسه عادي عادي اقول له لا، لانه دا احاول الاكسبيرينس مالتي اخليها او الستديز اللي اشارك فيها اخليها سبيسيفيك فقط بالشغلات اللي انا ريلي انترستد ان. بس انت لازم تحاول تكون افيلبل فور ذا نكست اوبورتونيتي. اعرف كطالب وعندك امتحانات وكذا، بس ريلي اتس نوت ذات هارد، يعني اي ديد ات. فاذا انا سويتها على الاغلب يو بروبلي يعني كان دو ات. Always try to cultivate and learn new skills. اذا انت تعلمت how to be a writer وبقيت بس كاتب، فما راح تشارك بهواي شغلات، يعني ما راح تشارك بهواي opportunities. لذلك انت من تتعلم رايتر تعلم وراها اوكي قلت انا حاليا رايتر، انا بعد اريد ان اتعلم فد شيء جديد، تعلم شلون تسوي editing. من انت editing تعلم شلون تسوي extraction، تسوي شلون تسوي analysis الى اخره. واحدة من السكيلز اللي تعلمتها ليت يعني ليتلي هي كانت الالستريشن. ف I really poured my heart into it. فلذلك قمت بعدين تعلمت شلون اسوي الالستريشن اللي قاعد تشوفونها هنا والفيجرز. ف I was يعني it was really يعني استفتحت عليه هواي ابواب، خصوصا انه كالستريتر it doesn't take that much from you، وبالاضافه الى انه ممكن تخليك بمرتبه متقدمه يعني كاوثر. اخر شيء اريد ان يعني احكي، ان شاء الله ما طولت عليكم بهذا السيشن. I try to be as concise as possible but try to condense it يعني اقل الساعه على مود يعني خاف عندكم اسئله او شيء يكون عندنا مجال هذا للاسئله. فالرساله او الشيء اللي اريدكم تاخذوه من يعني من هالسيشن هذا حاليا هو انه يو جاست جو فور ات. اذا ما تعرف شلون تبدي، فاي اي جاست بيف ذا واي فور يو. تقدر بعدين انه تشوف هل الريسيرش الك او لا. الريسيرش صح ما راح يكون اي واحد. انا اشتغلت ويا هواي ناس، هواي من اصدقائي اشتغلوا ون بيبر وراها قال ذاتس ات، ريسيرش از نوت فور مي.
فكلش عادي. لكن البعضكم ممكن يكون فاتحة خير for a lot of opportunities و it's really that not that hard إذا just يعني بس تخلي النقاط على الحروف هتقدر تحقق فد نتيجة حلوة مثل ما وصلت أني. وحاليا حتى هسه as long as you have يعني you are committed to learn يعني to إنه تعتمد يعني تتعلم شغلات جديدة ف you'll always be able to find the next opportunity. ان شاء الله كنت يعني ان شاء الله كان مثمر السيشن. اذا كانت عندكم اي سؤال تقدرون تسالوها هسه، ايضا تليجرام، لينكدين، الانستغرام، الحسابات الموجوده حاليا وتقدرون هذه يعني تقدرون تراسلوني عليها. شكرا جزيلا. عشتك دكتور، نشكرك على هذا البرزنتيشن الحلو، وهسه راح ناخذ أسئلة الطلاب الحاضرين بعد إذنك يعني. أكيد، شكرا. فالطلاب تقدرون تكتبون أسئلتكم. دكتور، طالبة زهراء أحمد كاتبة، أي مرحلة اشتغلت أول بحث إليك؟ أنا كنت مرحلة رابعة من بديت ريسيرش، كنت استوني دا أبدي يعني الكلوكشيب كلينيكال روتيشنز، استوني قاعد أبدي بالروتات ف يو نو كايند اوف ات واز كايند اوف يعني. بس أنا قبلها كنت أبحث عن فرص، كنت مهتم إنه أنشر أساهم ولو بشيء، ما كان يعني ما كان ببالي اي شيء صراحه ان بارتيكولر، بس كنت اي ريلي وانت يعني من اشوف مثلا خصوصا الدكاتره بالكليه مالتنا مهتمين بهذا المجال، ف كانت الدفعه اللي تخليني اريد اساهم في شيء، فكانت مرحله رابعه تقريبا. تمام. واحد من الطلاب سائل، شنو التطبيقات اللي تستخدمها للإحصائيات؟ سو يعني كشخص يريد يبدا انا اول شيء ما اريدكم تبدون بالاناليسيس، لانه to be honest analysis is the most frustrating part of it، لانه you're dealing with numbers you're dealing with formulas، فلذلك حتكون ممكن كلش overwhelming عليكم. انا بعدين يلا تعلمت الاناليسيس. بالنسبه للبرامج اللي استخدمها، فانت ما محدود ببرنامج واحد، لكن كبرنامج انا استخدمها شخصيا فالستاتا والار، بالاضافه الى الاس بي اس اس مال اي بي ام اللي تعلمناه بالمراحل البيسك مال كولج. حسب البحث يعني، مثلا انت تريد تسوي اناليسيس، مثلا there are a lot of type of analysis I'm pretty sure يعني most of you know that. فإذا مثلا I want to get يعني complex things فممكن استخدم R أو Stata، لكن اكو مثلا دراسات خاصة تحتاج برامج خاصة بيها، مثلا إذا أنت تستخدم Bibliometric Study اللي هي هذه الدراسات تجمع بيها دراسات قديمة وتحاول تشوف ايش قد يأثر هذا التأثر وايش قد يكون يزيد الاهتمام بهيك نوع من الدراسات، يعني تحتاج تستخدم برامج خاصة. دكتورة سارة تسأل، شلون قدرت توازن بين حياتك الدراسية ومشاريعك البحثية؟ وهل هذا الشيء أثر على معدلك؟ To be honest هي حتكون فرصة كل يعني هي حتكون يعني شغلة كلش صعبة، they do not go well دراستك وشغلك كباحث، خصوصا انه you always have to meet the deadline you always the next deadline، دائما حتكون يعني ممكن stressed. I wasn't and I am not the يعني the most ideal person to ask that question. بس انت من يعني افضل شيء تقدر تسويه انه يو تاكل وان يعني وان ستيب ات تايم، يعني انت مثلا تبدي كرايتر تشتغل يعني بال يو هاندل وان تاسك، يعني انت كرايتر اوكي انت بس رايتر راح تاخذ سكرينينج او مثلا اديتور، فانت شغلتك بس كاديتور، ذيس از ذا اونلي واي يو كان دو ات، بالاضافه الى انه يو كان اولويز يعني come up with a plan. Personally انا كنت يعني الصبح الظهر كان بالنسبه لي للكليه ودراستي،
وبالليل يعني تقريبا اخلي ساعتين او 3 ساعات just to handle the task that I يعني I'm handling that I يعني I've been asked to handle. وبالنهايه من تجي العطله مثلا خميس جمعه سبت حيزيد يعني حيزيد الشغل اللي اشتغل عليه يعني كريسيرشر and it definitely affected my score يعني it definitely affected المعدل مالتي. انا لحد هسه ما طالع المعدلات التراكميه مالتنا لكن it affected it يعني انا كنت انا بالمرحله الاولى يعني بالمراحل البدائيه خصوصا المرحله الاولى كنت حيل مهتم بطريقي كطالب لكن بعدين من بديت اتجه للريسيرش فيعني it affected it يعني انا ما راح اكذب عليك واقول لك لا يعني it did a number بس يعني حاولت يعني اخلي ابوابي مفتوحه وما افرط لا بشغلي كباحث ولا بشغلي الاساسي كطالب. عاوده تمام اخرى طالب. دكتور. دكتور فيصل يسأل what are the poster exhibitions and how do they work and how can we present an article if we were like second or third author in it. بس الجزء الأول من السؤال ما سمعت زين؟ Poster exhibitions. بوستر اكزيبيشنز؟ السؤال موجود بالشات. ثواني what are poster exhibitions how do they work and can we present an article of we work I think you're talking about الكونفرنسز اللي تقدم بيها الابستراكت. You can definitely participate and يعني and present an article there. Okay, قصدك you can definitely present an article. أنا واحد من البوستر من الكونفرنسز اللي اشتغلت عليها كنت أنا actually second author. ف it just depends يعني إنه يكون واحد شخص هو المسؤول. طبعا there are variations للقاعدة هذه إنه أنا لازم صح أكو for example الاها أو الأمريكان هارت أسوسيشن أعتقد الكونفرنس مالتهم الكونفرنسز مالتهم تقتضي إنه الفيرست أوثر لازم يكون هو البريزنتر. بس لا till date I've been يعني شاركت أكثر يعني يمكن تقريبا 6 conferences. Most of them أنا كنت second or third author و most of them أنا كنت البريزنتر فكلش طبيعي. طبعا you're asking about what are these هي عبارة عن هي أماكن هي عبارة عن تجمعات you just يعني تتجمعون بيها تجمع بيها researchers from all around the world ومن خلالها تقدم نتائج أولية نتائج طبعا تكون هي لذلك نسميها abstract فهي تتقدم من خلالها نتائج أولية للبحث مالتكم فلذلك انت حتلاحظ ان most of the الابستراكت هي حتكون يا اما systematic reviews يا اما مثلا يعني there is an actual data presented او case reports فكل ما كانت كل ما كانت الارتكل مالتك يعني مؤثره كل ما حتنقبل بهيك conferences. ان شاء الله جاوبت على السؤال مالتك. دكتور زين هسه السؤال مني زين إذا مثلا بس هل كمية الكورسات اللي راح ناخذها تكون كافية للسي في اللي نقدمه ومثلا أنا إذا ريت أكتب مثلا بيبر بسيط 50 صفحة عن موضوع معين هل يعتبر يعني مفيد للسي في لو يعتبر مضيعة وقت ومثلا ألتزم بس بالكورسات وهي راح تكون كافية بقبولي بمشاريع بحثية؟ هو الكورسز اللي قدمتها بهذا السيشن ديفينتلي يعني كان اول شيء حط it'll make you develop new skills كلش كافيه بانه تخليك تبدين ريسيرش او اقلها بس كمبتدئه وهي ايضا هي يعني هي شو اسمه هي يعني حرفيا الكورسات اللي انا بنيت على اساس السي في مالتي وبديت اراسل الدكاتره فاذا انا حصلت هيك فرص اكيد ان شاء الله اكيد الحظ حيلعب دور بانه تحصلين فرص او لا. I was lucky myself to be honest. I was really lucky to have all يعني to be blessed with all these opportunities. بس definitely تفيد انه تخليها بالسي في. بالنسبه للجزء الثاني من السؤال اذا قصدك يعني 50 صفحه تكتبيها فقط for you يعني بس الش لا تسوي لها سبمشن او لا
I don't know how that's going to be helpful for you. لكن I can see يعني شنو اللي تقصدينه. يعني مثلا it can be يعني ك prototype انه دكتور انا بشتغل على هيك شيء. صراحة I don't I okay تقدرين تستخدميها ك كشيء تتعلمين عليه, بس I don't recommend you send يعني such things, خصوصا إذا كانت يعني not a peer review paper or something like that. فخليها إلك ك ك ك ك يعني كوسيلة تتدربين من خلالها. زين، هو احنا نقدر ننشر بحوث بسيطة يعني، واحد نهيج شي يعني مثل 50 صفحة مثلا يعني، 50 صفحة, I mean أو 100 صفحة يعني. هو depends. يعني رقم، نعم, يعني هو مو رقم ثابت 50 صفحة، بس أقصد يعني فشي هو بسيط يعني احنا نكتبه وحدنا. depends. أكيد واحدكم أوكي, أكيد يعني أكيد تقدرين تنشرين كفيرست اوثر واونلي, يعني فيرست اند اونلي اوثر, سواء بس نوعا ما حتكونين يعني حتحدك نوعيه البحوث اللي تقدرين تشاركين بيها, يعني اللي تقدرين تنشريها. يعني انت ما راح تقدرين تنشرين مثلا كنترول ترايل, او مثلا تشاركين بميتا اناليسيس, لانه it takes a lot. اذا هي تاخذ اشهر, او خصوصا مثلا اذا متى تاخذ سنوات سنه مثلا, فاذا انت واحده تشتغلين عليها راح تاخذين اكثر من يعني جزء اقل شيء 3 سنوات او سنتين على ما تكمليها, because there are a lot of things that goes into it. الشغلات اللي تقدرين أنا تشتغلين عليها أشكرك هي كثير. الاديتوريالز, اي هي اديتوريالز والناريتيف ريفيوز. You can definitely publish a narrative review بس وحدك. لكن تعرفين يعني عقبة ال open access, انه تكاليف الاداره بدون ما يدفعون اي شيء, فتحتاجين تدفعين تكاليف النشر. عفوا. إذا ممكن سؤال للدكتور محمد, سألته بالرسائل إذا ممكن يجاوب إذا يسمح الوقت. دكتور محمد، تقدر تجاوب السؤال؟ بس عادي تكتب لنا السؤال مرة ثانية أكيد أكيد, بالشات بس عند الدكتور يشوفه. أي دكتور سألت إنه what to expect from being a researcher, يعني in general. So I don't know if you were I talked about this. أنت شوف, هو أنت كريسيرش يعني كشخص يبحث, أنت أكيد تريد تسوي ريسيرش for something in your mind. يجوز تريد تقوي السي في مالتك, يجوز تريد تسوي building connections, يجوز تريد عندك امتحان وتريد تقدم عليه إلى آخره. There are a lot of يعني a lot of reasons you get into research. يجوز أصلا تريد يعني just to يعني make something, يعني تحسن حياة ناس, أو come up with a really good data أو paper that يعني gonna change something. الشغلات اللي تتوقع يعني اللي you expected you don't, يعني أنت ما راح يعني ما تخلي شغلك researcher بس لأنه أنت تريد تصير researcher. ف العفو, صوتي واضح؟ اي واضح دكتور، هلو؟ واضح واضح. دكتور صوت. بس فقط في سبيل انه, فانت يعني don't just be a dot in a C. حاول تنشر في شيء اوكي. انت كشخص استوى وجاي يبدي, ممكن انت راح تشارك باي شيء تريده, بس على مود تحصل يعني you culminate this experience. بس there are a lot of returns. يعني شخصيا اذا احكي لك عن نفسي, انا الشغلات اللي حصلت من عندها اللي يعني حصلتها just from being a researcher, ف I was I I I had يعني I held a position at my يعني with a professor of mine, عن I'm currently a research assistant ب fellowship اسمها OMO. هي تعتبر فيلوشيب كلش يعني مرموقه حاليا, وينشرون ببابميد اندكس جورنالز. بالاضافه الى انه it can be really of a way of يعني building connections مستقبلا, من تريد تقدم قلت لك على فيلوشيب او على سب سبيشالتي, سواء كارديولوجي او شيء, وانت عندك مجموعه من الابحاث والاقتباسات, فحتحصل حتختصر طريق كلش هواي عليك.
من تريد اكاديميكلي يعني جاي احكي، من تريد تصير يعني تقدم عليه مثلا بي اتش دي او الى اخره، البيسز والى اخره هذه كلها يعني بلاي اترن، بالاضافه للكونكشنز اللي ممكن تبنيهم، الكونفرنسز اللي تقدر تحضرهم مستقبلا اذا تحضر يعني تقدم على جرانتس. الجرانتس هذه هي الفاينانس، يعني فد هيئه او مؤسسه تنطيك يعني فاينانسز على مود يعني just to finance your research to pay your يعني peers. ف it can be really يعني you can expect a lot of things from it. بس قلت لك don't be a researcher just because you want to expect. حاليا اني I'm doing it just because it's a hobby for me, to be honest. It's just a hobby. أنا دخلت فيه وشفت المجال. حاليا I can't expect myself not doing research every single day. At least for now. I don't know. قلت لك ممكن جدا أنت تدخل وتنشر أبحاث وراها تشوف إنه that pathway is not for you. فإن شاء الله جاوبت عليه سؤالك. دكتور، بس دكتورة سارة عندها سؤال. دكتورة سارة، مساء الخير دكتور محمد، أنا وأنا مساعدك أشكرك سارة. إنك لبيت دعوتنا اليوم وحضرت السيشن ويانا. بصراحة السيشن كان كلش انفورماتيف، وأنا اللي معرفتي السابقة بيك يعني أونلاين، فلهذا حبينا نستضيفك ونشكرك جدا يعني على المعلومات الانفورماتيف. أشكرك. بصراحة ما عندي سؤال، بس حبيت أرحب بيك وأتشكرك إنك حضرت السيشن. بصراحة أنا عن نفسي كلش استفاديت، ولأن أنا كلش مهتمة بمجال الريسيرش، فكلش استفاديت منك يعني على قولة الأردنيين، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نشوفك بسيشنات جاية و future collaborations. فشكرا جزيلا لك دكتور. ممتن جدا على الدعوه دكتوره ساره، ممتن جدا من عندكم ايضا على كل القائمين دكتور فيصل ودكتوره نور وبقيه المساهمين، شكرا جزيلا على الدعوه. شكرا لك دكتور، احنا تشرفنا بك اليوم. شكرا. عفوا بس عندي سؤال، يعني رافع ايدي جنس. تفضل. مرات انه هو دكتور محمد موجود؟ وياك اي يا انا ولد، موجود. اوكي ما اوكي سمعت اسمك صراحة. اوكي ما في مشكلة، انا احمد. اهلا وسهلا احمد. الله يخليك دكتور. دكتور مرات باللينكد ان نلقى، يعني قلت لنا انه باللينكد ان تلقى فرص بحثية، فهنا قصدك انه نلقى فرص بحثية انه اكو انستتيوشنز هي توفر لك فرص، لو قصدك انه اكو اشخاص يوفرون فرص؟ لان يعني شخصيا انا دا استخدمه ودا اتابع، لقيت مثلا اكو انستتيوشنز يعني تواصلت وياهم وكذا وهاي، بس انا شلون اقدر انه انا اثق بهاي نقدر نقول اورجنايزيشن او انستتيوشن انه هاي تراستد، على مود انا اقدر اعطيهم فلوس واشارك بالبحث وكذا وهاي؟ لو قصدك بهذا انه اكو انستتيوشن، لو قصدك انه اكو اشخاص من خلالهم تحصل بحوث، لان لحد الان اني ما حصلت انه اكو شخص يعني شلون نشر في الريسيرش اوبورتونيتيز، بس لقيت هوايه انستتيوشنز تنشر اكو ريسيرش يعني اوبورتونيتي. وشكرا دكتور. اهلا وسهلا. طبعا very very excellent question من دكتور احمد. فعلا اكو هواي organizations، اكو هواي societies، اكو هواي تدعي انه هي اوكي حنساعدك تبني الكارير مالتك وتنشر ويانا والى اخره، وتدفع لهم فلوس and a ton of money، وراها تنشر الورقه البحثيه بارتكل، العفو بجورنال، حتى مو باب ميد، ولا موجود باي قاعده بيانات كبرى، وبتقريبا 16 الى 18 الى 20 يجوز ما اعرف ايش قد. فكلش هذه الشيدي براكتسز يعني كلش تزيد يعني انا لاحظتها قبل يعني من اللحظه اللي بديت اتعلم بها ريسيرش، واللي يخوف انه تزيد بالفتره الاخيره. الحمد لله والشكر، انا من بدايتي كريسيرشر اي نيفر يعني اندولجد ان such a in such way يعني in such organizations، خصوصا اذا مثلا يعني انت قلت لي شلون اتاكد من عدة الاورجنايزيشن هذه valid او لا؟ خليني اعطيك اياها من الاخير. most of them are not valid، يعني هذا انا جاي احكي لك على الـ 6 سنوات هذه اللي قاعد اشوف فيها هذه الاورجنايزيشن تطلع يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. ف most of them are not valid، و most of them يعني just gonna يعني عباره عن cash grab،
ياخذ من عندك فلوسك وينشر ال وشيدي براكتسز، تلقي الورقه اصلا كامله ما يعلمك على اي شيء، وينشرها ببريديتوري جورنالز، ويخليك يعني حتى تكون يعني ديس ادفانتج كشخص، يعني يخلي الريسيرش مالته انت مناشرها في هذا الجورنال اللي كلها. ف يعني انصحكم، انا مش كنت احكي على اورجنايزيشن صراحه، انا كنت احكي على ناس مهتمين بالريسيرش. يعني انت تشوف بروفايلز، وبالعكس يعني صراحه اكو هواي ناس قاعد تنشر حال، يعني تنشر حال. تقدر تتابعني، تقدر تتابعني انا يعني على اللينكدين، دكتور ويو كان أنا سي already يعني I did أنا متابعك يعني شلون. أقول لك دكتور أنا already متابعك يعني اوكي، بس اللي اقصده انه there are a lot of يعني a lot of opportunities قاعد صراحه. انا باليوم يعني كل يوم يعني 3 إلى 4 بوستس اشوفها ومن الدكاتره، يعني انا يعني مشتغل وياهم قبل، مو كلهم اكيد. انت لازم من تشوف قد قلت لك انا من الاخير الانستتيوشنز هذه والاورجنايزيشنز، حاول يعني تبتعد قدر الامكان الا اذا انت متاكد كلش من عندهم وشايف الريسيرش بروفايل مالتهم ينشرون صدق، يعني هم صدق راح تتعلم على اساس على ايدهم، فاوكي يو جو فور ات. بس لا تنطي فلوسك ولا تنطي وقتك اهم شيء بهيج شيء براكتسز، حتى ethical هذه الethical conducts والاخلاقيات اللي لازم نمارسها، من تكون ذره من عندهم يعرفوها. فدير بالك يعني you indulge with them. واذا تحاول تبحث عن فرص بحثيه في you can any يعني for the past year I've been helping students to connect، يعني يعني يراسلوني على مدى يعني connect them to my يعني my peers، ناس اشتغلت وياهم. ف I'll be more than happy to يعني to guide you through that. وقلت لك يعني دائما على سواء لينكدين او سواء على كونكت ريسيرشر، قبل لا تقبل تشارك في البحث حاول تشوف هذا، تدخل على مثلا البروفايل مالته اذا على لينكدين انت، وين جاي ينشر البحث مالته، شنو الارتكلز اللي يستهدفه، شنو الجورنالز اللي يستهدفه. لا تحاول تنطب نفسك بس لانه انت تريد تنشر. انا اعرف ايش قد يعني I've been there، الطريق كلش يكون صعب من انت استوى قد تريد تبدي، بس لا تشمر نفسك ووقتك وفلوسك على 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 لا شيء. ان شاء الله جاوبت على سؤالك يعني. شكرا جزيلا دكتور أنا أكثر من يعني ممتن جاوبتني وجواب كان موافق أكثر من موافق شكرا جزيلا دلل اهلا وسهلا بكم. طلاب هسه قبل ما نختم بس سؤال اخير، اذا احد عنده سؤال بعد. السلام عليكم عفو. إيه. اوكي، ممكن اسالك دكتور؟ تفضل تفضل دكتور. بالبداية أحب أشكرك على السيشن، يعني صراحة هواي جاوبت على أسئلتنا وخليتنا يعني نبدي الطريق. يعني أغلبيتنا كان عنده، أنا شخصيا كان عندي مشكلة بالبداية وما أعرف أصلا شلون أبني، فشكرا جزيلا لأن أنت حطيت لنا البداية مع الطريق. شكرا جزيلا نور، تسلمين، اشكر جزيلا. أول سؤال بس، حضرتك ذكرت الكورسات اللي قبل شوي قلتها على كورسيرا I guess هو الآب، زين. هاي يعني الكورسات اللي موجودة هي بالنهاية ممكن تعطي سيرتيفيكت، يعني ممكن تنضاف للسي في. فيرست اوف اول دكتوره نور الهدى مو صحيح بس لان ما اشوف من لا مدى صراحة أنا اسمي زهراء، طالبة من الحضور. العفو العفو على بالي دكتوره نور الهدى لا لا اوكي على كورسيرا اكزاكتلي يعني كلش كلش امباكتفول قلت لك يعني ماي فيرست انتراكشن وذ بروفيسورز واز وين يعني بيست اون ذيز سيرتيفيكتس هي شهادات كلش مرموقه وكلش معتمده يعني من الجامعات نفسها كان ازالات وخصوصا الجامعات اللي ذكرت يعني جونز هوبكنز وستانفورد يونيفرسيتي سو ذير فيري ليجيت وي كان باي يعني كان بي ليترلي 0% يعني يعني القصد حتى انه تحصل هاي لهم السيرتيفيكت هي تكون مقدمة من الـ universities itself، يعني هي تعتبر one of the top universities كميديكال، مو صحيح؟ exactly. فيعني اي انه بالضبط دكتور ممكن ويا بالاضافة انه هي تساعد على الريسيرش، ممكن تنضاف كسي في للستودنت اذا مثلا نفكر بسالفة يسوي معادلة او هيك شيء. كلها مخليها بالسي في مالتي it show your dedication خصوصا as much يعني as much يعني certificates و courses as you're in there is a whole section dedicated يعني بالسي في مالتي
على الكورسز او الورك شوب يو اتند. حتى السيشن هذه اللي هسه احنا قاعدين فيه حاليا يعتبر اضافه حلوه تقدر تخليها انه انت مهتم بالريسيرش، فحتفيدك اذا ما فادتش مثلا مستقبلا يجوز تفيدك هسه من تريدين تحصلين على فرصه. واني حكيت ويا هواي ناس، يعني ويا هواي دكاتره ويا هواي بروفيسورز، فthey were always impressed with the section of my يعني my courses workshops. اول شيء يسالوني عليه مثلا من حصل على انترفيو، يسالوني على الشهادات اللي محصلها اني من هذه الكورسات. وهذا الحكي كله فادك هسه حضرتك كبري جراجويت، يعني قبل ما تتخرج بعدك كميديكال ستودنت فادك. ديفينتلي ايه زين، سؤال ثاني، العفو، بالنسبة للريزومي حكيت على انه هي شلون تنبني، اكو فد سايت معين هو يساعدك على انه انت تبني الريزومي لو انت مثلا تحط الاوتبوت وهو يرتبها؟ هو يو كان يعني اورجنايز ات يور سيلف. بديت ارتبها بنفسي بس بعدين شفت نفسي عاجز. اكو ايضا تمبليتس اون لاين تقدرين تلقيه على الانترنت، لكن صراحه انا استخدمت موقع اسمه كارير دوت اي او، خلي اكتبه فهو كان يعني أتوقع كان يقدم اشتراك. I'm not affiliated with يعني with them by any way. انا هذا الموقع اللي ساعدني صراحه انه اي كم وذ فاينل تمبليت للريزومي مالتي. كان هو يعني هو يرتب لك حتى الكفر ليترز وش اسمه كلها هي موجوده عندي. بس شنو انه اتس بيد، يعني تدفعين 4 دولارات تقريبا بالاسبوع او بالشهر. بس يو نو يعني انت بس راح ترتبين السي في مالتك، وراها بعد ما يحتاج تستخدمين الموقع. صحيح. شكرا دكتور. اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. اهلا وسهلا. شكرا دكتور على البرزنتيشن، كان أكثر من رائع. دكتور بس عندي سؤال، إنه الإيميل مع الجامعة أقدر أستخدمه حتى إذا أنا recently graduated؟ بس يو كان يعني يو هاف تو ميك شور ذات انه اتس اكتيفيتد لحد هسه، لانه على الاغلب حيجوزوا لك ايميلات مال تفعيل، واذا يو كانت اكسس يور ايميل فما راح تقدرين تفعلين الحساب مالتك. تمام، شكرا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. بهنا نقدر نقول إنه ختمنا كل الأسئلة تقريبا. عاشتك دكتور محمد، التقديم كان أكثر من رائع، معلومات كلش مفيدة، أنا شخصيا كلش استفاديت، وخصوصا المواقع اللي قدمتها كلش حلوة ومفيدة وأغلبها مجانية ومتوفرة لكل الطلاب. تقدر بهذا يعني نقدر نقول هنا أنا ختمنا هاي المحاضرة، وباقي المحاضرات السلسلة راح تتقدم على محاضرتين ثانيات، تقدرون تشوفون مواعيدها على حسابنا على الانستغرام، وراح ننزل لكم كل شيء بالستوريات. شكرا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا دكتورة. تصبحون على خير. تصبحون على خير.